الرحمن الرحيم. هناك أسئلة كثيرة من المؤمنين ومن غيرهم حول قطع يد السارق، وهناك كثير من يفهم قطع يد السارق أنه بتر بالسكين، قطع فيزيائي، بينما الواقع أن آية السارق والسارقة إذا التفصيل للآية المحكمة بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق إلى آخر الآية الأعراف 33، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. نتكلم عن البغي بغير الحق. البغي بغير الحق يدخل تحت هذا العنوان إلى أن تقوم الساعة، لأنه آية محكمة. كل أنواع الاحتيال والسرقة ابتداء من سرقة رغيف وبكل آليات السرقة من اليد إلى الغش إلى التزوير إلى السرقة بالكمبيوتر، ما بكل هذه الأنواع هي البغي بغير حق، أي أن تأخذ ما ليس لك به حق، أن تأخذ ما ليس لك به حق، هذا هو البغي بغير حق. البغي بحق أن أخذ بمعرفة وموافقة صاحب الحق، هذا البغي بحق كائنا من كان. لذا البغي بحق معروف عند كل أهل الأرض، والبغي غير الحق مهما تطور أهل الأرض تميزه. وبالتالي وضع البغي بغير الحق عنوان عام في التفصيل، قال السارق والسارقة، هنا كل أنواع السرقة بكل أنواعها، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا القطع لا تعني البتر، القطع تعني كف اليد عن المجتمع بحيث أنه لا يستطيع أن يصل إلى المجتمع ليسرق. لذا قال تعالى فقطع دابر الكافرين. شو قطع دابر؟ هل استعمل الله سكين ولا سيف ليقطع دابر الكافرين؟ وبالتالي نقول قطع الطريق، معناه السير أصبح ممنوعا، غير 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 ممكن. لذا إذا أراد أن يستعمل البتر، يستعمل الآلة الحادة، فيجب أن يكون الفعل طاء مشددة، قطع. حتى عندما جرح النساء جرحوا أيديهم قالوا فقطعنا أيديهن، هذا يعني أنه جرحت يدها في السكين. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي استعمل الآلة الحادة. وحتى فعل قطع ليس بالضرورة دائما أن يعطي، يعني هناك آلة حادة لقوله تعالى وتقطع قطعوا أرحامكم، أي أصل الأرحام لا تقطع بالسكاكين. أي بالضرورة الآلة الحادة يجب أن يكون طاء مشددة، ولكن ليس كل طاء مشددة فيها آلة حادة، أما قطع فلا يوجد فيها أي أداة. وبالتالي السارق والسارق فقطعوا أيديهما، يعني أربع أيدين كلهم، كل اليدين، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم أتبعها بقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي أن هناك توبة وهناك مغفرة. فكيف إذا يكون هناك توبة ومغفرة إذا بترت اليد أصلا؟ وفي حالة كهذه يجب أن يقول لاحظوا أمر مهم جدا، كون البغي بغير الحق عبارة عن مجال واسع جدا، يمكن أن يبدأ بسرقة رغيف إذا كان إنسان جوعان، وينتهي بسرقة بنك المركزي وما بينهما. هل هذه عقوبة واحدة؟ أو أن سرقة صغيرة نقطع الأصبع فقط ثم الأصبع الثاني ثم اليد؟ هنا القطع إذا من سرق رغيف خبز ليأكل نسامحه، ومن سرق أكثر نكف يده بالسجن، مدد مختلفة قد تصل إلى المؤبد، قد تصل إلى المؤبد. وهذا ما تفعله كل أهل الأرض. وهناك أيضا عندما الإنسان
يحسن سلوكه في السجن ممكن أن يعفو عنه. إذا كان سجن مؤبد ممكن أن يطلق سراحه قبل المدة، يعني لها معنى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، الله يتوب عليه ونحن أيضا والناس تساعده أيضا. هذه ناحية كثير مهمة. ولكن السؤال الهام جدا، النوع نحن نتكلم عن السرقة ولكن لم نقول هل استعمل العنف أم لم يستعمل، هل استعمل العنف أم لم يستعمل. يعني هناك من يسرق وبيده مسدس ويدخل وبيده قنبلة يدوية، وهناك من يسرق بدون استعمال العنف. أما في حال استعمال العنف فتنطبق عليه البغي بغير الحق باستعمال العنف والسلاح، هذا تنطبق عليه الآية إن تفصيل هذه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قد اختلف خلال تاريخنا في هذه الآية كثير، واستعملت في غير محلها واستعملت استعمال سياسي. أولا يحاربون الله ورسوله، كلمة يحارب يعني ضمنا تعني العنف، يعني كلمة يحارب يعني استعمل العنف لأنه كلمة يحارب. ويحاربون الله ورسوله استعمل العنف في ماذا؟ أقول إذا زنى إنسان علنا أمام الناس فأكثر شيء يمكن أن نفعله معه أن نجزه مع الشهادة، هذا أكثر شيء. ولكن إذا قام بهذه العملية اغتصابا فهذا لا نقول عنه زنا، إنما هو بغي بغير الحق، هي محاربة الله ورسوله، لأن محاربة الله ورسوله هو استعمال العنف في ارتكاب المحرمات، هو استعمال العنف في ارتكاب المحرمات، هذا هو محاربة الله ورسوله. فعندما الإنسان يستعمل العنف يستعمل العنف في المحرم، حرم الله البغي بغير الحق، استعمل العنف في البغي بغير الحق، وهذا له عقوبة قد تصل إلى الإعدام، له عقوبة قد تصل إلى الإعدام. لذا قال وذكر تقطع الأيدي والأرجل والصلب لأنه تاريخيا كان هكذا كانت العقوبات. فمثلا التاريخ يقول أن المسيح صلب بين لصين، أي أن اللصوص في عهد المسيح بالدولة الرومانية كانوا يصلبوا ويحكم عليهم بالإعدام بالصلب، أي أن عقوبة تقطيع الأيدي والأرجل والصلب هي عقوبات كانت تاريخية موجودة. أما نحن العقوبة التي نوصلها هي الحد الأعلى لهذه العقوبة هو الإعدام، والإعدام بالطرق المقبولة حسب الزمن نحن الموجودين فيه. فالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل الآن في زمننا غير وارد، وارد هو تنفيذ حكم الإعدام. وفي معظم الدول الذي يستعمل البغي بغير الحق باستعمال العنف والأسلحة قد تحكم عليه بالإعدام، وصدق الله العظيم.